تحت رعاية السيدة وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة سورية مولوجي، أوبرا الجزائر بعلام بسايح تفتح أبوابها للموسم الثقافي الجديد حافل بالبرامج الثقافية والفنية المتنوعة. كما تحتفل معكم بستينية استقلال الجزائر، أوبرا الجزائر توفر أيضا ورشات للتكوين والإتقان في مختلف الاختصاصات الفنية، وتقترح على شركائها ومتعامليها أفضل الخدمات. أوبرا الجزائر، القطب الثقافي والفني بامتياز.